بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات، ولكن صدفه معاكم طبعا. الاربع ايام منوره الدنيا زي ما قلنا، ان صدفه من السبت للثلاث، وانا اربع وخميس جمعه. والبعض التعليقات على الفيس يا جماعه، ده انا اختياري، الثلاث ايام دول انا اختياري عشان انا عندي ضغوط جامده في الفندق وكده. طيب النهارده هنعمل شويه وصفات حلوه قوي هنزلها لحضراتكم، وزي ما اتفقنا كل مره يا جماعه ان احنا هنتكلم النهارده عن حاجه معانا في البرنامج. ايه هي؟ زي ما اتفقنا البروش. عايزين نفهم، لان انا جالي فوق عن كذا سؤال على كريم بروش. ايه هو كريم بروش؟ في عجاله وفي دقيقه الكلام اللي اقوله لكم دوت، عشان محدش فيكم عايزكم تسمعوا له. وانتوا عارفين الشيف محمود لما بيقول لكم على حاجه بتبقى ايه. كريم بروش هو كريم بيفتح البشره والمناطق الحساسه لكل انواع البشره. اهم حاجه ايه بقى؟ ان هو طبيعي 100%. ليه؟ لانه مستخلصات وفيتامينات طبيعيه وملوش اي اثار ضاره. خلاص، لان احنا عارفين اي كريم تاني. طيب ايه هي مكوناته؟ اهم حاجه في الكريم اللي بستخدمه مكوناته. الكولاجين وشرحتها انا الحلقه اللي فاتت وقلت لكم عباره عن ايه. انا مش طبيب ولكن انتوا عارفين كلكم ان بنتي صيدلانيه وشرحت لي ايه هي التركيبه، لان اي حاجه بعلن عنها والله بسال الاول. ايه تاني؟ الإنسولين، الليكوريش اللي هو مستخلص عرق السوس، الكوجيك اسيد، فيتامين سي طبعا وكلنا عارفينه، فيتامين اي، والبنسينول. طيب عشان اقعد احكي لكم الحاجات ديت ابقى انا راجل بضحك عليكم، حتى لو حد قاعد يحكيها لي مش هستفيد حاجه. ايه هي بقى استخداماته؟ نمره واحد، اهم حاجه انه بيفتح البشره درجتين في اقل من شهر. مش عايز اقول لكم ده حصل معايا، لكن انا ابتديت ان انا استخدمه. الحاجه الثانيه ايه؟ بيبان الفرق من اول استعمال، من اول استعمال البشره اللي زي كده اللي معلم بيها لربنا، قلت احط منه كل يوم علبتين. بعض البنات كمان ممكن تستخدمه قبل الفونديشن صباحا. فونديشن طبعا احنا عارفين يعني، دي بقى حاجات بتاعتكم انتوا بنات. كمان بيستخدم للهالات السوداء، ودي انا ابتديت ان انا اعملها امبارح عشان كان نتيجه للسهر وكده. الانتفاخات اللي تحت العين، الكلف، تقشير الجلد الميت اللي هو طبعا بعد الولاده او 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 اي اسباب، او لما الواحد بيخس طبعا. بيفتح المناطق اللي هي الحساسه، كمان بيوحد لون البشره. ما فيش واحد يقول لي اخويا ابيض وانا اسمر، كلنا بنتوحد فاكرين ايام عنتر بن شداد. هو ده ليه بقى؟ لانه بيحتوي على فيتامين سي، بيزود نضاره الجلد وخصوصا يا جماعه فصل الصيف والبشره. كمان في نقطه مهمه جدا، انتوا لو بصيتوا على الفيس كده تلاقوا بعض البنات الممرضات يعني والدكاتره تلاقوا مطرح الكمامه ما يعلم بها الا ربنا، وابتدا الجلد هنا كده يحصل له عمليه اللي هو الكشاشان او الانكماز، زي ما يكون حد عنده 70 80 سنه زي حالاتي. فوجود ماده الكولاجين والبنسينول بيحمي من الالتهابات ديت ومشاكل البشره من الشمس. ما نبصش بقى بعد كده اما الاقي الكمامه هلاقي الجزء ده ابيض وبقيت وشي كله اسمر. تلاحظوا في المصايب بيبقى الحته دي موجوده بالذات، بس مش هفسر اكتر من كده. اللي هي بتسبب الاسمرار وقلنا ان هو احتوي على ماده البنسنول، والليكوريش بيمنع الجفاف اللي هي بيكون من الشمس والاحتكاك والكلام ده كله. طيب ليه كريم بروش بقى بالذات؟ وليه يا شيف محمود ما بتتكلمش على منتج تاني؟ لانه منتج طبيعي مكوناته طبيعيه طبعا، ما بيسيبش اي التهابات تسبب الاسمرار زي الكريمات الاخرى. فيما بعد لما بنستخدم الكريمات الاخرى بتبص تلاقوا ان بيسيب التهابات او بيسيب اسمرار او بيسيب اي اثر بعد كده، لانه طبعا ده بيتركب المواد الطبيعيه وخصوصا الكولاجين. الكولاجين قلنا للجسم بيفرز ماده الكولاجين دي اللي هي بتمنع الكرمشه. خلاص، هنيجي نتكلم بعد كده على اهم نقطه واخر نقطه موجوده عندي، الا وهي ان احنا ممكن نستخدمه قلنا في المناطق الحساسه لكل الاعمار. سعره ايه بقى؟ السعر بتاعه زي ما قلنا الحاجات اللي زي ديت اللي بتبقى طبيعيه بيبقى السعر من 300 ل 400 جنيه، ولكن زي ما اتفقنا شركه منزلاه ب 48 جنيه ونص. وده مش لان يا عم 48 جنيه ونص، عشان ده اكيد ده 48 جنيه، مين اللي حط النص؟ النص ده ليا. ممكن ده ب 48 جنيه يا عم عشان ده كذا او كذا، لكن لا، طالما الحاجه بتتباع في الصيدليه
موافقه من وزاره الصحه، تاكدوا تماما ان انتوا روحوا اشتروها ما تخافوش من اي حاجه. واي استفسار، وهنظهر دلوقتي صفحه الشركه، اي استفسار اي شكوى اي حاجه هترجعوا لصفحه الفيسبوك. وقبل ما تروحوا لصفحه الفيسبوك لو حد من المشاهدين يجربوا في مشكله ارجع لي انا الاول، وانا بتعامل مع الشركه وهو ده اللي انا عايز اقوله. طيب معلش انا خدت من وقتكم شويه دقايق كده، ولكن زي ما اتفقنا احنا بنبدا برنامج جديد فعايزين بنبنيه مع بعض. هنبدا احنا عندنا مسابقتين ان شاء الله. المسابقه بتاعتنا الاولى على صفحه البرنامج هتظهر اهيت، شايفينها طبعا اي حد، الصوره بتاعتي اللي عليها صورتي انا وصدفه، شايفين صدفه حلوه ازاي بتشاور عليا. اي حد هيشير اكتر طول الاسبوع هيجي يوم يطلع طبعا معايا هنا ضيف باذن الله، وفي ضيفه تطلع او ضيف مع صدفه. وطبعا ده الاعداد اللي بيختاره، احنا بعيد عنه خالص يا جماعه. المسابقه الثانيه اللي هي على صفحه بلان ايه، نفس القسم ديت، هنشوف شروط المسابقه ايه من على الصفحه ديت وهنعملها، واللي هيكسب هيجي معانا وليه جايزه ان شاء الله كبيره، وان شاء الله يبقى فيه مفاجآت كتير. احنا كله عايزين نتعرف على بعض ونبني البرنامج. طيب اول صنف ايه هو؟ احنا هنعمل مع بعض شط اصناف يمكن كتير النهارده شويه. هنعمل مع بعض حاجه اسمها البيف جولاش. البيف جولاش زي كباب الحله من الحاجات المميزه جدا. هنعمل روح رز معاه، رز بسمتي العنبري. هنعمل مع بعض الساده للشاكم البسبوسه، هنعملها بالراحه وعلى مهلنا ونشوف الدنيا فيها ايه. مين اللي معايا استاذتنا؟ يا استاذه جيهان اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازي حضرتك يا شيف؟ انا جيهان، العب واتعلم. ازاي سعادتك يا استاذتنا؟ ازيك عامل ايه؟ الف مبروك على البرنامج. الله يخليك ويبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي. ربنا يخليك. معاك يا ست الكل تحت امر. والف الف سلام على الشيف حنون. الله يكرمك. ربنا يقوم بالسلامه، ربنا يقوم بالسلامه يا رب. تسلمي لي، ربنا ما يحرمني من ذوق. وانت حضرتك شيف متواضع ومحترم جدا. الله يحفظك. اخلاقي جدا يعني. الله يكرمك، متشكر لسعادتك جدا. انا قلت بس اصبح عليك واقول لك الف مبروك على البرنامج. تسلمي لي استاذه جيهان الغاليه. هننزل بمقادير اللحمه والرز مع بعض، البيف جولاش. يلا يا طلعت يا غالي في الصلاه الجميل، خدوا بالكم انا كل مخرجين مدينه الانتاج اعرفه، عشان ما تقولوش شيف محمود ويقول لك انا بتشكر في المخرج اللي فيها، لا هي لفه كلنا مع بعض. ما قدرنا ايه؟ بيف اسمه بيف جولاش يا بيه، ما تاخدش فيا كده. البيف جولاش باللحمه الموزه يا جماعه، وهو احلى حاجه فيه الموز، كيلو لحمه موزه، كوبايه دقيقة هقول لكم ليه عشان ابدر بيها بس، معلقه كبيره زبده، كوبايتين ميه للتسويه. بعد كده بيكون عندي ثمره فلفل الوان، فلفل اخضر اي حاجه، وبصلايه. هيطلع معاه الرز الابيض، ممكن نعمله رز ابيض مصري او رز بسمتي. يلا بينا، يلا بينا، خلص شغلنا، يلا بينا. تسلم ايديك وعينيك يا غالي. هنرجع نشتغل كده دلوقتي. بصوا ادي الرز البسمتي اهو، ولما يبقى معلب ما نغسلوش، هنغطيه بالمي. ده الرز الابيض عشان بيعجن بسهوله، تخافوش من اي حاجه. خلاص يا جماعه هننزل مقادير الرز دلوقتي وتشوفوها، وادي شويه ملح والزيت والسمن. ادي كده واحده واحده اهو اهو. الله، ادي مقادير الرز اهو. يبقى كوبايتين رز بسمتي، معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت، وميه مغليه. حلو كده تمام. هيبدا دلوقتي يتشرب عندي كده، وهناخد له معلقه صغيره من الزبده. يا مدام ميرفت اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب. حضرتك منور كالعاده. الله يكرمك ويبارك لي فيك. تسلمي لي. الف سلامه على حنون. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي لي حضرتك يا شيف. متشكر يا ست الكل. بقول لحضرتك يا شيف تحت امرك. في حاجه بتتحط على الصوصات اسمها سي ام سي. سي ام سي ده ماده تماسك، يعني دي زي اللي كنا بنحطها على الايس كريم وكده. بالظبط كده. هي اللي هي بتاعت العصاير.
يعني دي قلقاه في اي محل محلات ممكن يا ست الكل. شاكرة قوي، انا تحت امرك، انا تحت امرك يا مدام. يبقى انا حطيت هنا ده الرز الابيض، وممكن رز الذهبي، بس الابيض بديله ميه بسيطه جدا. ادي الميه على الزبده على الزيت وعلى الملح، واسيب النار عندي كده لما يتشرب اسيبها تهدى. وبعدين يا شيف هات الميه دي كده يا شيف محمود، ونيجي للبيف جولاش بتاعنا. بيف جولاش يعني كباب حله، بيف جولاش يعني كباب حله. وبعدين يا شيفنا بنيجي اول حاجه نعملها ايه؟ نحط قطعه الزبده دي هنا كده اهي، وبعدين سهله كده الدنيا. هنا انا ما ببتديش بان احمر بصله ولا حاجه يا استاذ خالد. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ محمود، ازيك؟ ازاي ما عليك يا سيدي الكل. اقول لك مبروك علينا وعليك، وربنا دايما يحسن بين ايديك ويجعلك ده شرف ليا لاسعاد كل اللي حواليك. ده شرف ليا يا سيدي الكل. مبروك لك يا شيخ محمود على البرنامج الجديد حبيبي. الله يكرمك يا معالي الباشا، ويا رب في تقدم والامام دايما يا حبيبي. بوجودكم معانا حبيبي، تسلم لي، ربنا ما يعرفني من ذوقك. الله يخليك يا رب، تسلم لي، مع الف سلامه معالي الباشا. حطيت الزبده هنا، ونفس الزبده دي اللي هنشتغل بيها دايما. خلينا بس نبقى مجهزين عين هاديه كده. يا استاذ عبد الرحمن اهلا بحضرتك. الو، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كويس، انت عامل ايه؟ انت بخير؟ انا بخير يا حبيبي. في سنه كام بقى؟ سنه خمسه، داخل على سته. داخل على سته؟ يعني انت على طول بقى المفروض انك في سته دلوقتي. ربنا معاك. كلنا بنحبك يعني. وانا بموت فيك يا حبيبي، تسلم لي، ربنا ما يحرمني من ذوقك. انا عايز اعرف بس طريقه الفراخ المشوية. عينيا، بس كده اوامر يا سيدي. حاضر. ايه تاني؟ حاضر. هنبص على الرز كده بصه ونشوف الدنيا فيه ايه، عشان لما يتشرب انقله على نار هاديه. وبعدين يا استاذه اميره، استاذه اميره اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا استاذ محمود، ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الحمد لله، عامله ايه انت؟ سعادتك بخير، احنا بخير والله، تسلمي لي. معاك يا ست الكل، انا تحت امرك. عايز طريقه البيتزا. طريقه ايه؟ البيتزا. عينيا، ونعملها لسعادتك. حاضر، تحت امرك، تحت امرك ست الكل. هنبدا دلوقتي ان احنا ندي هنا الدقيق على اللحمه بالشكل دوت اهو، ونشوف مع بعض الدنيا فيها. عشان ابدا الزبده ديت ابتدي اطجن فيها اللحمه ديت، بس انا البوتاجاز مش عارف له شويه، او هو هنج ولا ايه، اديني بشوف اهو. طيب ممكن اخد فاصل استاذ صلاه؟ احسن البوتاجاز. طيب هنطلع فاصل دقيقه بس عشان البوتاجاز اشوفه ايه. فاصل وعود لحضرتك. اهلا بحضراتكم. بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نيجي على اللحمه ديت، تكون الزبده لونت بالشكل دوت وقدحت جامد، ونبدا نحور الكلام ده هنا. اول ما ننزل بالزبده بالشكل دوت، مفيش داعي يا جماعه ان انا اقعد اقلب فيها عشان مش عايزه تبق ميه. لازم تديه ده انه بيعمل لي كفر حوالين اللحمه، وبالتالي بتبقى جوسي في الاكل وليها طعم مميز جدا. وبعدين نخليها كده. هنبدا دلوقتي ان احنا نقطع مع بعض بصلايه، بس مش دلوقتي، انا مش محتاج احطها دلوقتي. هنبدا نقطع البصل كده والفلفل، هقول لكم ليه دلوقتي. قولوا لي بقى، الصدفه عامله معاكم ايه بقى جميله؟ يا صدفه يا حبيبتي، ازيك يا شيخ محمود؟ منوره الدنيا، انت اللي منور. ايه الحاجات الحلوه دي يا ستي؟ بتعلم مني. لو انت تسلم ايدك. الله يخليك يا صدفة، ما انت ليش انت كشري امبارح؟ ما انت اللي اتأخرت، تعمل لك كده بس. انت منورة الدنيا ومالية مكانك. انت منورة من اللحمة دي يا شيخ محمود، انا بقول لك اهو قدام الناس كلها. انا ما خدتليش منابي لغاية يوم السبت، واقول للناس انت اكلت اللحمة بتاعتي. لغاية البيت يا صدفة. حاضر. وهاجي حبيبي يا شيخ محمود، تسلم، ربنا يبارك لك. هاجي اعمل حاجه. لو انت البمبه الملعلط اللي في ايدك ده منور، ما بلاش بقى كده يا اما، ده عايز ترزي يوسعه شويه.
ايه بص يا عم نسيت اجيب النهارده. وانت بتقطع طوابعك من الحلاوه. هاجي لك اعمل حلقه معاك يوم السبت. ماشي استنيك يا استاذ محمود. ما تجيش استناك. لا عينيا ليك يا صدفه. تسلمي يا استاذ محمود. معاك منوره. ربنا يفتحها عليكي ودايما في العالي يا رب. تسلمي لي تسلمي لي. هنبدا دلوقتي ناخد الكلام ده كده. انا عايز اللحمه تستوي. هديها ميتها دلوقتي. وعايز اللحمه تستوي عندي يا جماعه بتاخد في حدود ساعه. بعد ما بتاخد معايا ساعه ببتدي اسقط فيها الكلام دوت اللي هو البصل والفلفل عني. ما بشوحهمش. ونوريهم لمخرجنا كده الجميل وانا بكلم الست ام باسم. ست ام باسم اهلا بيكي. صباح الخير يا شيف محمود. صباح الفل على عيونك. الف مبروك الف مبروك ومنور القناه كلها. الله يخليك يا ست الكل. ربنا ما يحرمني منك. ربنا كده ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. الف سلامه على حنونه. الله يسلم لي عمرك. الله يخليك. انا ببارك لك على القناه وربنا يجعلها بخيت عليك. الله يخليك يا ست الكل. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تعيش. الله يخليك. شاكرين. كل حاجاتك طبعا جميله والواحد بينفذها على طول. وكله جميل. مفيش الا مقاديرك طبعا يا شيخ. الله يخليك. انت والدتنا الغاليه يا ست الكل. تسلمي لي. الله يحفظك يا رب. تسلمي لي. هنا انا عملت تشك للحمه. ابتديت انزل اهوت كده واخلي الكلام ده ساعه. انا هلاقي الصوص كمان تقيل زي هنا. بعد حدود ساعه بدي ساعه الا ربع كده بدي الكلام ده يدوبك يغلي معايا لمده خمس دقايق في الكلام ده. وهتطلع زي كده يا استاذ محمد. اهلا بيك استاذنا الرائع. اهلا بيك يا شيخ. السلام عليكم. زي ما عليك يا سيدي الكل. الله يبارك فيك يا حبيبي. اهلا مني كلهم بيتكلموا عليك. ده على دماغي من فوق. استاذنك يا شيخ عايزين نعرف الفرق بين الكبسه الفراخ واللحمه. كبسه عينيا ويتعملوا لسعادتك. حاضر. عينيا استاذنك مراتي كانت بتعمل الكبسه الفراخ بس بتطلع معجنه شويه. معلش دي نوعيه الرز هكلمك عليها او هقول لك بكره ممكن اعمل لك كبسه فراخ وان شاء الله وكبسه لحمه واقول لك ايه الفرق وليه بيطلع معجن منها. عينيا ولا تشيل هم حاجه ابدا. اهل الصعيد على دماغنا. شايفين الصوص. التخانه هنا جايه منين يا شيف محمود؟ التخانه دي جت يا جماعه اللي هو السمك. الصوص ده جه من حاجه تانية خالص. ايه هي يا شيفنا؟ السمك ده جه من الدقيق اللي انا بدرت بيه الاول الايه؟ برافو عليها. ههز بالطبق اللحمه. ادي الطبق اهو. واهو سلام. ميبا المخرج شاطر. يا سلام. والشيف نص كم بتبقى الدنيا حلوه. ايه ده ايه ده غلاف كتاب يا محمد بيك. طيب عرفنا. بصوا بقى انا ماليش دعوه بقى البتاعه دي اللي كل شويه تفك. طيب خلصنا كده شغل الحادق. تعال نشيله وننزل يا استاذ طلعت ويا رانيا يا جميله بمقادير مع بعض واحده واحده البسبوسه الجميله بتاعتنا. يلا بينا نشوف ازاي تطلع طريه. لمقاديرها عباره عن نص كيلو من السميد، 250 جرام من السكر، 50 جرام جوز الهند، 50 جرام 100 جرام عسل اللي هو عسل نحلة أو عسل كنافة، 100 من السمنة، 150 جرام لبن يعني 3 أرباع كوباية، ورشة فانيليا يا أستاذة شروق يا غالية. أهلاً وسهلاً. زي حضرتك يا شيخ؟ إزاي سعادتك يا ست الكل؟ معلش عاتب حضرتك معايا. أوامر. الله يكرمك. كنت عايزه اسال الباميه اللي تخزينها الصح ايه عشان انا مش عارفه الصراحه. عينيا حاضر. اوامر ولا تشيلي هم حاجه. نبص كده استاذ طلعت الغالي وهو بيجيب ده. واو شايفين المنظر عامل ازاي. بسبوسه بالسمنه البلدي تستاهل بقك يا طلعت بيه. اهو بس هتاخد حته صغيره عشان ما تتخنش. خلاص حلو الكلام ده. حلو الكلام ده. هدي كده شفنا وادي الطبق. تعال بسرعه بقى نعجن المقادير كله مع بعضه ما عدا السميد. السميد اخر حاجه. اجيب بس بوله كبيره كده ونبدا نعجن فيها. فين البول الكبيره يا شفنا؟ اهي
ادي البول الكبيره بتاعتنا اهي. يا سلام، خدوا بالكم استاذ طلعت المخرج هو بيحب البسبوسه قوي الصبح، قال لي يعني على قد ما تقدر قلي منها ولكن اسيح السمنه الاول، ولكن انا بخاف عليه، انتوا عارفين الحاجات ديت ايه كترها مش صعب، مع ان انا كمان بموت في الحاجه الحلوه. هنبدا نسيح السمنه، نحط كل المقادير مع بعضها. ادي السمنه بتاعتنا اهيت، ادي اللبن، وهقول لكم دلوقتي السيرب بتاعنا. السيرب بتاعنا عباره عن كوبايه من السكر، كوبايتين ميه، دوبك يغلوا خفاف ميه بسكر. ادي اللبن، ادي السيرب بتاعنا، هات لي المعلقه السيليكون كده. فين 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 طريقك فين بيروحوا له منين؟ هات لي اي معلقه وخلاص كده شفنا. عسل اهو، ده عسل كنافه. عسل كنافه، كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، رشه ملح، ليمون. وادي عندي سكر 250 جرام يعني كوبايه وربع مع جوز الهند بالشكل ده، فاضل لنا السمن. وادي رشه الفانيليا بالشكل ده، حلو قوي. طب السكر التاني ده ليه يا شيف محمود؟ ده بتاع السيرب، كوبايه سكر، كوبايتين ميه، يا دوبك يغلو. افصل عليه، مش عايزه تقيل، افصل عليه شكرا، وادي له معلقه كبيره من السمنه ونسقي. الو عقله صباع، الو عقله صباع عشان البسبوسه تنجح معانا وتشرب. ادي السمنه ساحت اهيت بالشكل ده اهو، وبسيب المعلقه اللي هحطها فين؟ في السيرب. برافو عليك يا شيف محمود. ولا ايه يا ست مبسمه؟ الو شيخ محمود، ازاي معاليك يا ست الكل؟ ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ سعادتك بخير، احنا بخير، تسلميلي. تسلم ايدك على كل الاسئله اللي انت بتعملها. الله يكرمك يا ست انا الكل. بحاول من زمان قوي اتصل على حضرتك، مش بوصل ومش بعرف والرقم مش بيجمع. ده شرف، هغير لكم القناه دي كمان لو ما عرفتوش تتصلوا بيا. لا لا، ده انت تنور على اي مكان اسمك يا شيخ. ربنا ما يحرمني منك، تسلميلي يا ست الكل، انا تحت امرك. سلمنا المدام حنان، الله يكرمك ويبارك لك. لا عليك، سلمني على صوتها كتير جدا عشان انا من متابعينها اصلا على اليوتيوب. وبرضه مش بعرف اوصل لها بصراحه. الله يكرمك يا ست الكل، تسلمي لي. هنا مش عايز البسبوسه تبقى سايحه، شايفين؟ طب اعرف ازاي ان كفايه كده يا شيف محمود؟ اعرف ازاي بينهم عاملين كده؟ ها ايه الاخبار؟ مسك. نبدا نحط في الصينيه كده. الصينيه دي اللي انا معايا دي صغيره عن نص كيلو، طب انا هرمي الباقي؟ لا، هاتوا صينيه 28 انتوا بقى. واهو بالشكل. نبدا نساوي الاول، بس بنفرد كده. خش الفرن درجه حراره 200، هتحمر، بتاخد نص ساعه. قد السيرب، اول ما تطلع السيرب دافي او بارد، ودي سخنه مولعه. الو الو عقله صباع، لو انا عايز ادي لوز او بندق يا اهلا وسهلا. اكبس كده بقى، شفنا دخل، فهمتوها يا جماعه؟ ها خلاص. وطبعا بينزل الصور بتاعت الشغل بالمقادير بالطريقه، وادي اهو خلصت القصه، خلصت القصه. تعال نروح نبص على الرز، بصه كده شفنا، ايه رايك؟ ما تبص لنا بقى على الرز كده، انت هتقضيها كده. الكلام ده هيدخل عندي الفرن، يلا بينا كده يا استاذ طلعت الغالي. درجه حراره 180، واهو نص ساعه يحمر، ياخد معايا كوباية سكر، كوبايتين مية. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الرز، ما بياخدش وقت، اللي هو الرز الابيض يا عم، اتعرفك انه استوى. اهو نوريه كده لمخرجنا العبقري، ونجيب الطبق الجميل اللي نغرف فيه الرز بالشكل ده. شيف محمود انت متاكد انه استوى؟ بفضل الله. يا سلام بقى، اما اجي ادلعه واديله كده معلقة زبدة على الوش، ايه الدلع ده؟ رز العنبري اهو، وانهم عاملين كده. ادي الرز اللي بيعجن منكم اهو، عامل ازاي؟ في حاجه؟ ها كلكم بتشتكوا؟ اه كلكم بتشتكوا من الرز ده انا بيعجن. طب شيف محمود برضه ما بعرفش اعمله زي كده وبيعجن، هقول لك بقى تعمل ايه. حط ميه مغليه سلويه زي المكرونه. ايه يا عم انت بتهزر؟ اه كوبايه الرز دي 10 كوبايات ميه كمان، ولا يهمك يا عم انت ما بتعرفش حاجه، هفهمك بس. وقوم مصفيه، اما الرز تلاقوه بيعض كده يعني خد بتاع 10 دقايق كده، قوم مصفيه الكلام ده، وقوم رضاه في الحله تاني معاه معلقه زبده
متصفي تماما، ما تدلوش ميه خلاص، هو لسه ناشف، وغطي عليها على نار هاديه. هتبصي تديله ربع ساعه تلاقيه مفلفل معاكي فله. ادي الاصناف بتاعتنا هي النهارده، كانت عباره عن وجبه من الغداء ان شاء الله تعجبكم. مع تمام كده، قولي كده الرصه ازاي بقى. كان معانا وجبه من الغداء اللي هي رز ولحمه البيف جولاش، كان معايا دي مجاريه اللحمه ديت، كان معايا الحلو بتاعنا بسبوسه. فيما بعد ان شاء الله هنقدر بترتيب طبعا وبنسق مع صدفه ايه اللي هي مثلا بيكون هتعمله انا ما اعملوش والعكس صحيح، بحيث ان احنا نقدر على قد ما نقدر تستفادوا معانا في البرنامج، يكون برنامج ناجح ليكم ان شاء الله. ايه رايكم نطلع الفاصل بتاعنا دلوقتي ونرجع لفقره جميله قوي كلنا وكلكم بتعشقوها مصريين والعرب، الولاد الاجانب عاملين كده. يلا بينا نطلع الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل طبعا عملنا الرز، يا رب نكون استفدنا منه، عملنا البسبوسه، عملنا اللحمه، اكلات دسمه، ودي اكلات الشيف محمود ملاك. الاكلات ديت عايزين نضرب فيها ديناميت ونقول لها عايزينك نحرق السعرات الحراريه بتاعتها كلها. قبل ما اتكلم وقبل ما اتكلم مع الاستاذ كريم، طبعا معايا ضيف عزيز الاستاذ كريم هيكلمنا النهارده، شركه فيتارما جلوبال. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ كريم. علي صوتك بقى شويه معاك اهو. اهلا بيك، انت عامل ايه؟ انا عايز اتكلم بس هدي مقدمه صغيره والكلام ليك طبعا يا استاذ كريم. اتفضل. فاكرين لو تتذكروا حضراتكم لما نرجع كده رمضان اللي فات اول ما خلص كان وزني في حدود 110، انا مركب مفصل صناعي ومشكله العظام اللي عارفينها كلكم الساده المشاهدين. قلت لكم رحت لاحد الدكاتره، مش هقدر اقول على اسمه، لكن الراجل عبقري، ونزلت ساعتها 18 كيلو. ابتديتوا تسالوني وتقولوا لي صور لنا الدواء اللي هو كان بيديهولك. فاللي اكتشفت بقى القرص اللي هنا، والله 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 القرص بتاع هو هو اللي انا كنت باخده. مين اللي قال لي؟ مش انا بقى، الراجل قال انا ما اعرفش حاجه في الدنيا في الادويه، بنتي صيدلانيه انتوا عارفين. قالت لي بابا ما هو ده اللي كان بيدولك دكتور كذا كذا كذا، ودي النقط دي فعلا بتحرق ودي كذا وكذا، بس ضروري اللي بيطلب الكورس بيتكلم مع الفريق الطبي، لان كتير سالني على الفيسبوك. قلت لهم هديكوا الشرح فيما بعد، ما تقولكمش هاتوا كده. لكن طلع هو الدواء اللي نزل معايا 18 كيلو، لان هو سالت منى بنتي هو ليه بيحرق وانا قاعد ازاي، فشرحت لي بالظبط هو فيه ايه وايه وايه وايه. طيب دلوقتي معايا الاستاذ كريم الغالي. أهلا، طولت بي. عليك النهارده عيد ميلاد مين؟ فيتارما جلوبال. فيتارما جلوبال، فيتارما جلوبال. طيب حضرتك بتتابع الحالات بنفسك؟ طبعا. في خلال 7 ايام نحب بس الاول كده اقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وعلى حبايبك، انا اول مره اكون معاك النهارده، ده شرف ليا. ده شرف ليا انا والله. والنهارده بقى يعني كمان المناسبه ان النهارده عيد ميلاد فيتارما جلوبال، عروض جديده، خصومات كبيره جدا بشكل كبير. النهارده عيد ميلاد فيتارما جلوبال، يبقى عيد ميلاد كل الناس اللي بيتفرجوا علينا. خصم قد ايه النهارده؟ النهارده خصم من المفترض ان انا كنت جاي على 70% بس. عشان خاطر اول مره مع حضرتك انا عامل خصم 75%. 75% مزود 5% ومزود 5% ده قبل ما اخش على طول. 75%. انا عايز برضو اصلا انا يعني ايه، في لان انا قاري المشاهد طبعا، في مشاهد لما يقول لك مثلا الحاجه كذا وده كذا ولا، لكن انا كمصداقيه الشيف محمود اللي انتوا عرفتوها هو ده اللي انا كنت باخده. النهارده الصبح قبل ما اخرج من بيتي يا استاذ كريم، بعد ما فطرت خدت الكبسوله، امبارح كذلك
انا قعدت تقريبا للساعه 8 عشان حلو اكل. حلو جدا. اول جدا. مره اتعاملت مع الدكتور واخدته، فما فيش طبق السوتيه. انا حكيت لمشاهديني في قناه الناين لايف بالظبط، قلت لهم والله العظيم لقيت نفسي من الصبح ليه بالليل ربع السوتيه اللي انا باكله، من نفسي اخس مش عارف بالظبط. فابتديت ان انا وزني ينزل، امبارح ابتديت ان انا اخده، فمراتي بتقول لي انت عايز تختفي ولا ايه؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. والله هذا حصل. انا ودوت اللي اكتشفته لحضرتك ان ده انت بتعمله لاجل ان كمان عندك مشاكل في العظام. اه يعني احنا بنحاول بنعام بنساعد في حاجه عشان خاطر حاجه ثانيه. مظبوط؟ لا انا عايز صيانه كامله. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. المفروض اروح التوكيل. لا لا الف سلام عليك. لا هو الموضوع بمنتهى الهدوء، هو الموضوع بيعالج لامراض تانية. السمنه بحر، مش عايزين برضو نقلل من مرض السمنه، ولكن هو بيؤدي لحاجات تانية ومشاكل تانية كتير. تمام. يعني مفاصل الركبه، بيؤدي للعمود الفقري، بيأثر على اجهزه الجسم بشكل عام وبشكل كامل. فالسمنه مش علاجها سمنه فقط، السمنه بتعالج حاجات تانية كتير. يعني نقدر نقول مرض السكر والضغط ده بيبقى سببه ساعات السمنه. لا احنا نقدر نقول ان الخشونه اللي موجودة في المفاصل على الركبة لأنها هي اللي بتشيل الجسم كله. فمحتاج الوزن ينزل عندي، فبالتالي أبدأ أنزل الوزن، فأنا مش محتاج، اللي محتاجين تغيير مفصل ممكن يتلاشى عملية تغيير المفصل. بالظبط، لأن أنت وزنك كله محمل على رجلك بشكل كامل، فطبيعي غير صناعي. أنت رجلك لو مش هتستقبل الوزن الكامل ده فهي أكيد كمان هتتضرر. ده اللي أنا بحاول أوصله للناس. في ناس تانية طبعا بتعاني من مشكلة مثلا منطقة الكرش مش اكتر. عندي مشكله في منطقه ده احنا بنسميها السمنه الموضعيه. تمام. بمعنى السمنه الموضعيه هي السمنه اللي بتكون في كم دهون معين في منطقه معينه في الجسم. تمام. دي فوهات. دي فوهات بالظبط كده. يعني في منطقه البطن مثلا عندي فوق ان انا عندي كرش زياده، منطقه الارداف، منطقه الثدي، الدراعين، ده بيبقى ليه كرسي معين، وده الكرسي بتاعه بيسمى كرسي النحت. 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 النهارده بقى عشان خاطر عيد ميلاد فيتارما جلوبال، انا جايب زي ما قلت لحضرتك خصم 75% على جميع الكورسات، والنهارده انا مش جايب عرض واحد، انا جايب عرض وكمان عرض تاني. انا شايف قصادنا الكافيه. انت وعدتني هتدوني علبه من دي بقالكم اسبوع. لا النهارده. النهارده، لاني كانت كلمت عليها دكتوره شيري في رمضان وقالت لي انا معايا قهوه شيف محمود نازل. الكلام ده في الصيدليه يا جماعه موجود، الكلام ده في الصيدليه موجود. القهوه ديت اللي هي بتحرق تقريبا، بتخش تحرق بالزبط. ما هو قهوه بالظبط، هي بتحرق. انا هقول لك هي القهوه اصلا الاول علاقتها ايه بالكورسات بتاعتنا والعروض بتاعتنا. حلو. نشرح الاول العروض بتاعتنا النهارده هي ايه. انا قلت في عرضين. حلو. نتكلم على العرض الاولاني. العرض الاولاني بيبقى مكون من كبسول ونقط واعشاب. حلو جدا. اوكي، ده اللي انا شغال فيه دلوقتي. ده اللي هو الطبيعي اللي هو الكبسول والنقط والاعشاب. هشرح طبعا هو كل حاجه بتعمل ايه، ولكن هو الكبسول والنقط والاعشاب ده اسمه الكورس الفردي. ده اللي بيكون عايز ينزل من 15 ل 20 كيلو. ده هختفي، خد بالك. انا قايل للدكتور امبارح ما كلمته عايز انزل 5. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده في بيبقى في ناس مثلا تكون ارفع مني انا شخصيا، بس عندها مشكله في حاجه واحده هي. يعني اللي بيبقى مهتم بالموضوع، مهتم بجسمه بشكل دائم، هو بيشوف حاجات انت مش قادر تلاحظها. انا ممكن ابقى قاعد قدام حضرتك مثلا، بس انا بعاني من مشكله بطني مثلا. اصل انا عرفت يا استاذ كريم ان انا المفصل ده لازم يتغير كل 10 سنين. ربنا يديك الصحه والعافيه. فانا عامله بقالي سنتين، يعني ممكن تخش كده مفيش مستعمل دلوقتي. وكمان عشان الكورونا، فانا هحط واحد جديد كمان، وبتبقى عمليه ما يعلم بها الا ربنا. اذا ده تنزيل الوزن مهم لحاجه طبعا زي كده. طيب الاول ناخد التليفون ده وارجع لك تاني كده، انا عايز النهارده استفيد منك جامد. مين اللي معايا استاذتنا الغاليه؟ يا استاذه رؤيه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. الغالية يا حضرتك يا دكتور كريم. اهلا بيك، اتفضلي. مش عارفه حضرتك هتفتكرني ولا لا، بس احنا كنا اتكلمنا، كنت دخلت مع حضرتك مداخله من حوالي 3 شهور كده، كان قبل فرحي، وكنت بشتكي من زياده في الوزن، وخدت الكورس الثلاثي. أيوة. وحضرتك كنت بتتابع معايا، وكان الموضوع بالنسبه لي عامل لي ازمه نفسيه كبيره يعني. ايوه افتكرت حضرتك، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا حابه بس اشكرك في الاول على خسيتي قد ايه يا استاذتنا؟ انا خسيت قبل، انا خدت كورس قبل الفرح بشهر، خسيت قبل يعني في الشهر ده خسيت 15 كيلو، وكملت بعد الفرح شهرين كمان خسيت فيهم حوالي 23 كيلو. برافو عليك. جود جود. في الشهر. حلو جدا. كنت بتمشي او بتعملي تمارين ولا اعتمدتي على الكورس؟ لا بصراحه اعتمدت على الكورس، لان انا يعني اتجوزت وبعد كده دخلت كورونا، فما بقيناش بنعرف نتحرك خالص. طبعا كانت مشغوله بقى في حاجات قبل اصلا. برافو عليكي.
جواز بقى فاهمه مشغوله انا بس دلوقتي الفرح. لما يعني دلوقتي بدات ارجع ازيد شويه، فكنت محتاجه اعرف دكتور كريم بيقول في كورس جديد وفي كبسوله جديده الكافي بالظبط، فانا عايزه اثبت يعني مش عايزه اخس اكتر من كده. طيب هنشرحها لك، لو هنشرحها كمان خصم 75% النهارده عيد ميلاد فيتارم جلوبال عرض العيد. طب ننزل صفحه الفيس، ايه رايك وننزل ويتواصلوا معاها؟ يا ريت نزل لنا كده استاذتنا الغاليه صفحه الفيس والتواصل، واحنا منزلين لهم حضرتك قول التوصيل بكام وبيكون خلال وقت قد ايه. تمام، رقم واحد هو التوصيل مجانا. التوصيل طب استنى في حته مجانا ديت ده كده يا جماعه صفحه الفيس وده للتوصيل. طب ممكن التوصيل يبقى بفلوس وكورس ببلاش؟ لا لا ازاي، لا ما ينفعش نعكس. لا احنا لا يعني انا بفكر معاك بصوت عالي يعني اعمل خصم 75% للتواصل مع فيتارم جلوبال عبر الفيس يا جماعه الصفحه ديت، عشان بيبقى في صفحات طبعا انتوا عارفين حضراتكم بتقلد المنتج دوت، واي دكتور دايت في مصر بيتعامل بنفس الدواء اللي هو من شركه جلوبال طبعا، اللي هي قلت لكم التجربه اللي حصلت معايا. شكرا لحضرتك، لان دي فعلا حاجه ليها علاقه بالوعي جدا، لاني انا مش مهم ان انا اخس او ان انا اشوف اي حاجه واستقبلها بشكل او بصدر رحب، لا هو المفروض ان انا افهم الاول. انا قاعد دلوقتي عشان احاول اشرح للناس المنتجات بتاعتنا بتتكلم عن ايه، وجايب عروض وادمن فيتارم جلوبال وعامل خصومات، لازم الاول تهندل الكلام، تسمع مني، تفهم، تتصل بالفريق الطبي اللي الارقام دلوقتي موجوده على الشاشه بتكلمهم. انا بحاول ان انا اخليك تبقى مطمئن، بشرح لك كل حاجه بحيث ان ما يكونش ناقصك اي معلومه. طب اشرح لي ده ايه سريعا كده. تمام، هو الكورس الاول زي ما قلنا الكورس الاولاني اللي هو العرض الاولاني لا استغناء عنه، ده كبسول نقط اعشاب بيكون معاه كمان جرين بيرن. حلو جدا. الكبسول بتسد الشهيه وبتحرق الدهون. حلو. والنقط بتزود سرعه الحرق في الجسم بمعدل ساعه ونص في اليوم اكنك بتلعب رياضه. حلو دي عرفتها. الاعشاب هي بتنقي السموم من الجسم. بالظبط. الجرين بيرن بتعمل ايه؟ هي برده بتعمل ايه؟ بتساعد على سرعه الحرق اللي في الجسم زي ما بنقول، بس بشكل مضاعف. بتعالج اي مشاكل ليها علاقه باجهزه في المعده. تمام، بتسد الشهيه، فهو عامل برضو اساسي، ولكن هو الاساس كله عندي الكبسوله بتشد الشهيه هي والنقط. بالظبط، وبتزود الحرق. الجرين بيرن بتبقى شيء مجمع، شاور اللي عليها كده، هي دي، ده بيبقى شيء مجمع عن كل حاجه بشكل ايجابي على مدار اليوم. بعد اذنك. اتفضل. جرين بيرن. دي القهوه، ده اصلا القهوه من خواص بتاعتها انها بتسد الشهيه. هو كمان طعمه نفس طعم القهوه، الخواص بتاعتها انها بتسد الشاي. بالظبط. الجرين بيرن بيبقى هنا اقوى شويه. بالظبط. دي بتاعتي ولا اعتبرها بتاعتي؟ ما تجيش بعد ما الهواء يخلص. لا لا مستحيل. الضرب والبنيات والكلام ده. انا مش بتاع الحاجات دي. والله العظيم يا خوفي منك يا استاذ كريم. لا انا مش بتاع الحاجات دي. في تاثير سلبي على الصحه بشكل عام؟ لا خالص، 0%، لان هو مكونات طبيعيه 100%. مكونات طبيعيه والفريق الطبي 100%. والفريق الطبي كمان بيزود الشرح لكل اللي بيستفسر، وزائد انه مصرح من وزاره الصحه، كل المنتجات اللي عندنا مصرح من وزاره الصحه، الكورس اللي انا بقدمه لك هو مصرح من وزاره الصحه، للطمانينه ليك انا بقول ده. انا مضيت، انا بقول كده، انا بقول للطمانينه ليك، انا بزود لك للطمانينه. العرض الثاني عشان برضو ده عرض مكثف للي عايز ينزل من 25 ل 30 كيلو. ده بيكون مكون من ايه؟ الكورس بتاعنا العادي اللي هو كبسول نقط اعشاب، عليه هديه كمان كبسول ونقط واعشاب، ده احنا بنسميه عرض مكثف. عيد ميلاد فيتارم جلوبال انا جاي النهارده بكل معلوش. لا بس لو عايزين تضيفوه مفيش مشكله. لا معلوش دي هديه يعني؟ لا الهديه بتاعت جرين بيرن على الكورس الفردي اللي هو بيكون مكون من كبسول ونقط واعشاب. ده اللي انا خدته وده بتعامل بيه بقى لي يومين. بالظبط بالظبط. العرض الثاني ودوت اللي ما نقدرش نستغنى عنه، وانا بشوف ان هو افضل كمان بكتير جدا، لان انا من 25 ل 30 زاد انه كورس كامل عليه كورس كامل هديه، بمعنى انا ممكن اخد الكورس وعليه كورس هديه وافيد بحضرتك. يعني انا عايز مثلا انزل 10 من 10 15 كيلو، اخد انا كورس وادي لحضرتك كورس. تمام. يعني ممكن نبدل الكراسي. بالظبط، اتنين متجوزين نفس الكلام، لو تاخد اللي معايا اعلى من كرسيك. طيب السؤال المهم قوي بقى اللي انا بخاف اساله على الهوا، ولكن انا هقوم اساله لك. اهم شيء انك تساله. مصرح ده من وزاره الصحه؟ طبعا. لسه مبلغ دلوقتي. طبعا مبلغ عن مين؟ عني؟ لا لا، مبلغ حضرتك بان هو مصرح طبعا من وزاره الصحه للطمانينه للناس. ده للطمانينه للناس. ده مصرح من وزاره الصحه، ولمرضى الضغط والسكر مناسب، مفيش مشكله خالص. وعلى فكره الجرين بيرن ده اللي انا عايز اقوله بقى، ودي حاجه لكل، عشان ابقى لميت كل المرضى. يا ريت. جرين بيرن لمرضى القلب كمان.
اللي عندهم مشكله في منطقه القلب او مرضى بالقلب، جرين بيرن مناسب جدا ليكم. يعني لو عايزين تتصلوا اتصلوا، انتوا ليكم أوه. مناسب ليكم. اه لما بيتصلوا برضو بالفريق الطبي عندكم، هو يعني احنا 100 مليون بالظبط، فاقول بيتصل مثلا جزئيه في فريق طبي بيبتدي يناشوا، ولو حصل انشغال في الخطوط ده بيكون والله بسبب الضغط مش اكتر، وبنرجع تاني بنتصل. يعني لو اتصلت جرب تاني. امال حاجتي جت بسرعه ليه؟ اه ما عشان انا الشيف محمود. لا والله لا. والكل نفس الكلام. بس الفكره في فكره ضغط المكالمات، الفريق على قد ما بيقدر بيرد على التليفونات، بيرد على الصفح لو في استفسار، بيرد على الناس اللي بتبقى محتاجه تطلب العرض. استاذ كريم قبل ما اقول لك ده بيخسس قد ايه، اخد كلمتين تاني. طب اكلم مدام عفاف الاول. يا مدام عفاف اهلا بيكي. اهلا، ازي حضرتك يا شيف محمود؟ ازي سعادتك يا ست. ايه الاكل الجميل دوت؟ ربنا يخليك يا رب، هناكل ونخس. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي. ممكن اكلم الاستاذ كريم؟ مع سعادتك يا ست الكل. ازاي حضرتك يا استاذ كريم؟ اهلا بيك، ازيك انت؟ انا كنت حاله مع حضرتك. ده شرف ليا، ده شرف ليا. الله يخليك. انا والله كان وزني 105، وكان عندي الدكتور قال لي هتعملي عمليه في المفصل، هتغيير مفصل، والحمد لله نزلت. يعني قال لي لازم المفروض ان انت تخسي وكده، وانا طلبت المنتج بالظبط. والحمد لله نزلت 35 كيلو في 3 شهور واسبوع. برافو عليك، اهلا بيكي، اهلا بيكي جد. وعايز اشكر صراحه الفريق الطبي كله، واشكر الدكتور كريم. اهلا بيكي، ده شرف ليا. ما هو شكرا ليكي، تسلمي لي. هو قال لي تنزيل الوزن. انا بحب جدا بقى، اولا انا بتابع بنفسي. يعني انا مجرد ما بخلص مع حضرتك انا برد على كل الناس بنفسي برضه. وبتابع معاهم بنفسي، ولو في حد محتاج انه يخليني اتابع انا معاه، حتى لو هو طالب من فريق طبي بتابع معاه، ما فيش مشكله. عشان كده بتبقى العلاقه بيننا كلنا حتى بالفريق الطبي بتبقى علاقه صحوبيه مش اكتر، ولا دكتور ولا مريض، الموضوع ابسط من كده. مش عايزين نوصل لك الحاله ان الموضوع صعب، لا هو الموضوع سهل، واحنا بنقدم لك حاجه تساعدك وتخليك بشكل احسن، نفسك احسن، نظامك اليومي الغذائي احسن. ما عندكش صوره لحاله من الحالات اللي خسرت؟ لا انا جايب معايا صوره، يا ريتني يا رضا انا جايب معايا صوره. طيب نشوفها. هات لنا كده الصوره يا رانيا بعد اذنك، نزلها لنا. ده خسرت دي ايه؟ ما شاء الله، ده من 30 كيلو ل 35 كيلو، وكان عنده صور مشكله تاني؟ كبيره في الحرق، مشكله كبيره. طيب ليه انا جايب المثال ده؟ لان كان في مشكله عنده بيعاني منها، هي مشكله الحرق، وده موجود. دي في الغده بالزبط. طيب نرجع تاني كده يا استاذه رانيا، وننزل صفحه الفيسبوك اللي هتتواصلوا عليها، وللتواصل لطلب المنتج طبعا. على وما ارجع لكم اقول لكم كلمه بس في عجاله مهمه جدا، دي صفحه الفيسبوك اللي احنا هنبدا نتواصل معاها، او التليفون. ومعانا طبعا الاستاذ كريم، في كل كلمه قالها هعلق عليها سريعا. دي كده صفحة الفيسبوك والمنتج، وعندنا الكافي جرين دوت. ده كلمتنا عليه دكتورة شيري أنسي، انتوا فاكرين شيري أنسي حبيبتي يا دكتورة، دكتورة خريجة طب. في نقطة تانية عايز اقولها لكم، طبعا اصل انا هنا في البرنامج ده تاني اسبوع ليا، برنامج جديد، فممكن تقولوا شيف معمول. لا خدت عندي كورس والله، باخد منه بقالي يومين، اللي بيقول عليه استاذ كريم، سألت عليه لما اخد منه بنتي مش ناقص، بينزل الوزن، هو اللي كنت باخده بيسد الشهيه. لان سالني احد الناس قلت لهم اصبروا هرد عليكم بعد كده، لو انا كده هاتوا هاتوا. مسجل بوزاره الصحه حاجه انا باخد منها، يعني انا مش معقول اعرض نفسي لاي حد. فاتك فاتك عروض يعني النهارده. مين فاتك العروض بتاعت لا النهاردة. بص بقى انا معاكم يعني يعني انت المفروض انا اعمل لكم تورتايه، وانت انت استقبلته بقالك يومين بتستخدمه، انا بقى النهارده جاي بقى بخصم 75% لكل الناس. هي مراتي امبارح بتقول لي اولا الشهيه مقفوله، ثانيا اول نقطه النتيجه بتظهر، النتيجه ده بقى شيء مهم بالنسبه لي، النتيجه بتظهر بعد اول اسبوع. انت تمام. مجرد اول اسبوع ما بيعدي عليك 7 ايام النتيجه بتظهر عليك. تمام. بمعنى انك بتخس من 4 ل 5 كيلو، بتحس فيه في هدومك، بتحس فيه في نفسك وانت تمام. جاي تنام بالليل نفسك احسن. لان في ناس وهي نايمه بتنهج نفسها، بيبقى فيه ضيق تنفس، ده بيبقى سبب زياده السمنه، وبيبقى سبب الدهون تمام. اللي موجوده على الرئه. بتحس بدوت وانت نازل على السلم، بتحس بدوت وانت في الشغل، تحس بفرق كبير جدا بعد اول اسبوع. حتى لو رحت وزنت هتلاقي الفرق، بس النتيجه الظاهريه بالنسبه لي انا احسن، لان انت مش عايز تخس عشان خاطر طب انا ممكن ارفع الوزن واخس مثلا 50 كيلو، بس انا جسمي زي ما هو. انا شايفه زي ما هو.
ولكن انا بقول لك بالظبط النتيجه بتظهر بعد اول اسبوع. انت لما بتخس منطقه بطنك مثلا بتنزل، منطقه الكرش ما لو بقى فيها ترهلات، لا احنا الكورسات بتاعتنا بتعالج ده، بتشد الجلد يعني حتى لما بتنزل في الوزن ما بيبقاش شكل جسمك وحش. تمام، ودي الميزه. ان انا بخليك بتخس بشكل جمالي، جمالي اللي هو الجسم ينزل كله مش مناطق مناطق. بالظبط كده، انا بخلي جسمك يبقى الى حد ما شكله رياضي. طبعا الرياضه بتبقى احسن بعد نتيجه الكورس. انا خلصت الكورسات، خسيت جسمي، خس كل الدهون اللي فيه نزلت، مفيش مشكله بقى اعمل رياضه، اشتغل، بعمل مجهود، نسبه الحرق عندي بتزيد، جسمي بقى خفيف، فاقدر اعمل. وبخلص الكورسات وجسمي بيزيد تاني. تمام. هقول ليه، لان في ناس كتير جدا بتسال في الموضوع ده. انا بعد ما اخلص، بعد ما اتكلم استاذ كريم، ايه رايك؟ مين اللي معايا؟ استاذ هاني، اهلا بيك. اهلا اهلا باحلى ناس. الله يكرمك. ربنا يخليك. الله منور الدنيا يا شيخ محمود. الله يكرمك، الله يحفظك. طيب قول لي ليه بقى؟ احنا كنا بنتكلم على الموضوع بشكل عام. هو انا بخلي بالي من فكرة ان الكورسات لما باجي استقبلها انا باخدها على مدار اليوم دوت، ما بيكونش بشكل مني انا شخصيا، لا انا بكلم الفريق الطبي، الدكتور اللي انا كنت بتكلم معاه وبتابع معاه بيقول لي انا باخد ازاي الكورس على مدار اليوم. اهم نقطة، أهم ان هو ما بيعملش ترهلات. ما بيعملش ترهلات خالص. مهم ليه السادة المفاصل عندهم او خشونة او تنزيل الوزن؟ طبعًا. مهم المرضى السكر طبعا، مهم. طب نكلم استاذ هاني، هو عايز يكلمك بالذات. استاذ هاني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك، ازيك؟ اهلا بيك يا فندم، منور الدنيا والله. مستنيك. ربنا يخليك، ده نورك والله، ده شرف ليا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. عندي مشكله كده عايزك تحلها لي بقى يا كريم. تحت امرك، قول لي. بص انا وزني 120، تمام؟ تمام. طولي 160. تمام. عندي ضغط، تمام؟ باخد له كونكور. تمام. تمام. انا بقى ما اقدرش اقوم ولا اتحرك ولا كده، رحت لدكتور عظام قال لي لازم تخس عشان ايه الدهون دي مقصره جدا جدا عندك في العظام، مش قادره تمشي حتى. ومش عارف يعني، بص موقفه في حياتي فعلا. كنت عايز بقى ايه كورس جديد على كل الحاجات دي كلها. طيب اتفرج عليا دلوقتي، انا هقول لك الكورس المناسب ليك. وكويس جدا الحاله، انا هقول هي ليه الحاله دي كويسه. دقيقه عشان قصادي دقيقه. تمام. انا دوت اللي هيناسبه الكورس المكثف، استاذان اللي هيناسبه الكورس المكثف، بمعنى انا على فكره هخرج من هنا وهكلمه انا تاني. طب الكورس المكثف دوت زي ما قلنا بيتكون من كورس وعليه كورس هديه، كبسول نقط اعشاب عليهم كبسول نقط اعشاب، دول بيخسسوا من 25 ل 30 كيلو، ده اللي هو هيناسب استاذان. يا ريت تتصل دلوقتي وياخده، مناسب جدا لمرضى الضغط وامن جدا، ما تقلقش خالص. تمام. والتوصيل كمان مجانا والمتابعه مجانيه، المتابعه بتتم خلال كل اسبوع مكالمه هاتفيه مع الدكتور اللي انت خدت معاه، ولو عايزني انا بشكل عام انا ما عنديش مشكله. استاذ كريم انا بشكرك جدا. انا اللي بشكر حضرتك، والف الف مبروك، وان شاء الله تبقى حمله كبيره لتنزيل الوزن. بشكرك جدا استاذ كريم. شكرا. بشكر حضراتكم، ان شاء الله القاكم بكره على خير. السلام عليكم ورحمه الله.